بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحاضرة 14 في مادة النحو والصرف من السنة الثانية. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن أسلوب من أساليب استعمال لا في الكلام، وهو إذا عطف المتكلم على اسم لا الأولى مع تكرار لا مرة أخرى في الكلام، فكيف يستعمل هذا الأسلوب مضبوطا في الكلام؟ وهو العنوان العطف على اسم لا النافية للجنس مع تكرارها، أي مع تكرار لا. ونذكر مرة أخرى بأنني قلت المتكلم في مثل هذا الأسلوب، وهو إذا عطف على اسم لا الأولى مع تكرارها، له عدة خيارات. وقلت الخيار الأول هو أن يأتي باسم لا الأولى منصوبا بفتحة من غير تنوين، ثم يعطف عليه مع تكرار لا، يعطف عليه أيضا فيكون اسم لا الثانية منصوبا بفتحة من غير تنوين أيضا، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة، لا شجرة ولا عشبة. هذا هو الخيار الأول. أما الخيار الثاني وهو أن يأتي المتكلم باسم لا الأولى منصوبا بفتحة من غير تنوين، ثم يأتي باسم لا الثانية مرفوعا، فيقول على هذا الأساس لا حول ولا قوة إلا بالله، فيغلق اسم لا الثانية بالرفع فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلت كذلك النحويون وجهوا الرفع في اسم لا الثانية على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن تكون لا الثانية زائدة للتوكيد، وقوة عندئذ تكون معطوفة على محل لا مع اسمها، لأن محلهما الابتداء على رئيس بوين. والاعتبار الثاني أن تكون لا الثانية زائدة لتوكيد النبي أيضا، وقوة معطوفة على محل اسم لا قبل دخولها، على اعتبار أن اسم لا الآن منصوب ولكن قبل دخولها كان مرفوعا. والاعتبار الثالث أن تكون لا عامل عمل ليس، وقوة اسمها مرفوع وعلامة رفعها الضمة. والاعتبار الرابع أن تكون لا مهملة، نافية مهملة، وقوة مبتدأ والخبر محذوف. وهذا على العموم هذا أسلوب مستعمل في كلام العرب، إذا أراد المتكلم أن يعطف على اسم لا الأولى بعاطف مع تكرار لا، فعندئذ يجوز له أن يجعل اسم لا الثانية مرفوعا بضمة. وعلى هذا شاهد من كلام العرب، وهو قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. وهو من شواهد شرح ابن عقيل، وكذلك منسوب في بعض كتب النحو إلى رجل من مدحج. وعلى كل حال الشاهد في هذا البيت هو لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي، سأكتب أنا فقط موضع الشاهد وهو في الصدر في عجز البيت،
وهو يقول لا أم لي، يقول لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي. فلا الأولى جعل الشاعر اسمها منصوبا بفتحة من غير تنوين، فقال لا أم لي. فأم اسم لا منصوب بفتحة من غير تنوين لأنه أراد أن ينفي الجنس. ثم عطف عليه قال ولا أبو، ولا أبو، فعطف عليه بالرفع. وأما توجيه الرفع فعلى الاعتبارات التي مر ذكرها. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث، الخيار الثالث وهو أن يأتي المتكلم باسم لا الأولى منصوبا بفتحة من غير تنوين فيقول لا حول، ثم يعطف عليه ويكرر لا، يعطف عليه بالنص فيقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما اسم الله الأولى فإنه منصوب بفتحة من غير تنوين، وهذا أمر معروف لأن المتكلم أراد نفي الجنس. وأما اسم لا الثانية فقد جاء المتكلم به منصوبا، وهذا أسلوب عربي مستعمل في كلامهم. لكن لماذا جاء به منصوبا؟ النحويون أيضا وجهوا هذا النصب في عدة اعتبارات أو في عدة أوجه، منها أن لا الثانية تكون زائدة لتوكيد النفي، لا الثانية وهي لا قوة تكون زائدة لتوكيد النفي، فيكون اسمها أي ما بعدها وهو قوة معطوف على اسم لا الأولى، واسم لا الأولى منصوب طبعا. النحويون يقولون اسم لا الثانية معطوف على محل اسم لا الأولى. ليش؟ لماذا؟ لأن النحويين يقولون اسم لا الأولى مبني على الفتح في محل نصب، وقد قلنا في بداية كلامنا عن لا النافي للجنس هذا تكلف، لأن اسم لا الأولى منصوب بفتحة من غير تنوين، فإذا عطف عليه أيضا عطف عليه بالنصب، فعندئذ يقول لا حول ولا قوة. لكن لماذا نون ولم ينون في الأولى، نون في الثانية ولم ينون في الأولى؟ لأن المتكلم أراد التنصيص على نفي الجنس في الأولى، وأما الثانية فلا يهم لأن السامع قد علم أن المتكلم يريد أن ينفي الجنس، فجاء به منصوبا معطوفا على اسمها، يعني على اسم لا الأولى. فعندئذ يكون هذا هو التوجيه الذي وجهه النحويون في هذا الأسلوب. وهذا الأسلوب أيضا عليه شاهد أو شواهد من كلام العرب، وهو قول الشاعر لا نسب اليوم ولا قلة اتسع القرق على الراقع. سأتي فقط بموضع الشاهد وهو من شواهد شرح ابن عقيل أيضا، عندما يقول لا نسب اليوم، لا نسب اليوم ولا قلة، لا نسب اليوم ولا قلة، هذا هو قدر البيت. وعدد البيت اتسع القرق على الراقع. موضع الشاهد
في هذا البيت قول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة، فقد جاء الشاعر باسم لا الأولى منصوبا بفتحة من غير تنوين، فقال لا نسب، ثم عطف عليه قال ولا خلة، فجاء باسم لا الثانية منصوبا مع التنوين، وعندئذ يكون التوجيه على أساس أن لا زائدة لتوكيد النفي وخلة معطوفة على اسم لا. هذه الأساليب الثلاثة هي الأساليب المسموعة في كلام العرب، وهي الأساليب الأكثر فصاحة في كلامهم. ألحق النحويون بهذه الأساليب الثلاثة أو بهذه الخيارات الثلاثة، فيما إذا عطف المتكلم على اسم لا الأولى بعاطف مع تكرارها، ألحق النحويون أسلوبين آخرين ولكنهما في الحقيقة لا يمتان إلى لا النافية للجنس لصلة، وهو إذا رفع المتكلم الاسم بعد لا الأولى، فإذا قال مثلا إذا قال المتكلم ننتحل لنكتب إذا رفع المتكلم فقال في هذا المثال لا رجل إذا رفع المتكلم، وطبعا إذا رفع معنى ذلك أنه لم يرد التنصيص على نفي الجنس، فتخرج لا هذه من كونها لا نافية للجنس، ولذلك قلت قبل قليل في هذا الأسلوب أو هذا الأسلوب لا يمت إلى لا النافية للجنس بصلة. فإذا قال المتكلم لا رجل وأراد أن يعطف، فهل يعطف عليه بالنصب بفتحة من غير تنوين؟ لا، وهو يجوز له إما النصب وإما الرفع، فيجوز أن يقول لا رجل ولا امرأة، ويقول لا رجل ولا امرأة، يجوز له، ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته وإن رفعت أولا عفوا يقول وإن رفعت أولا لا تنصبا عفوا يقول وإن رفعت أولا، أي إذا جئت باسم لا الأولى مرفوعا، فعندئذ تقول لا رجل ولا امرأة، فعندئذ تعطف عليه بالرافع. يعني إذا رفعت اسم لا الأولى فلا تعطف عليه بالنار، وإنما ترفعه. لماذا؟ لأنك قد خرجت في هذا الأسلوب من كون لا الأولى نافية للجنس، وعلى هذا الأساس فعندئذ إما أن تكون عامل عمل ليس، وإنما تكون فقط للنفي، مهملة للنفي وليست عامل عمل ليس، فتقول لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة مثلا في الدار. وعلى هذا الأساس في أسلوب لا حول ولا قوة يجوز للمتكلم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. على هذا الأساس هذا، وعندئذ العطف هنا
يكون عطف اسم مرفوع على اسم مرفوع. لا حول ولا قوة، عطف اسم مرفوع على اسم مرفوع. ويجوز له أمر آخر، وهو إذا رفع في الأول، إذا قال لا رجل، إذا قال لا رجل ثم تنبه إلى أنه يريد في لا هذه أن ينفي الجنس، أن ينفي جنس وجود الرجل، ثم تنبه جعل المعطوف، جعله منصوبا بفتحة من غير تنوين، فيقول لا رجل ولا امرأة في الدار، لا رجل ولا امرأة في الدار. وعلى هذا الأساس تكون لا الأولى إما أن تكون عاملة عمل ليس، ورجل اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وخبرها محذوف تقديره في الدار، أي لا رجل في الدار. ثم تنبه المتكلم إلى أنه يريد، لا يريد أن ينفي رجلا واحدا، وإنما أن يريد أن ينفي الرجل فما زاد، الواحد فما زاد، أي أنه أراد أن ينفي الجنس، عطف عليه بالنصب بفتحة من غير تنوين، فقال ولا امرأة في الدار. فإذا ولا امرأة لا الثانية تكون نافية للجنس، وامرأة اسمها منصوب بفتحة من غير تنوين، وعندئذ يكون من عطف جملة على جملة، يعني عطف جملة على جملة، لا رجل في الدار جملة، ولا امرأة في الدار جملة ثانية، فيكون من عطف جملة على جملة. وعلى هذا الأساس لو قلت في لا حول ولا قوة إلا بالله على هل في هذا الأسلوب، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنما المتكلم قال لا حول ثم تنبه إلى أنه يريد أن ينفي الجنس فعطف عليه بالنصب بفتحة من غير تنوين فقال ولا قوة، أي لا حول في شيء أو في أحد، ولا قوة في شيء أو في أحد إلا بالله. فحاصلوا إذن، يعني حاصلوا هذا الكلام، أنك إذا عطفت على اسم لا الأولى بعاطف مع تكرار لا الثانية، فالمسموع هو ثلاثة خيارات كما تقدم. وأما إذا رفع المتكلم اسم لا الثانية، اسم لا الأولى، فهنا أسلوبان أو خياران، إما أن تعطف بالرفع، وعندئذ الرفع لا يمت إلى لا النافية للجنس بصلة، وإما أن تعطف بالرفع ثم تعطف بالنصب بفتحة من غير تنوين. فكأنما الخيارات خمسة ثلاثة كما تقدم، واثنان هنا لو أراد المتكلم أن يعطف، لو أراد المتكلم أن يرفع اسم لا الأولى ثم يعطف عليه. وفي لا حول، في لا رجل ولا امرأة في الدار أيضا جاء النحويون بشاهد من كلام العرب، وهو قول الشاعر في شرح ابن عقيل: فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. وأيضا المحقق يقول في الهامش بأن هذا البيت ملفق من بيتين لأمية بن أبي الصلت، ويقول البيتان هما: ولا لغو ولا تأثيم فيها، ولا حين ولا فيها مليم، وفيها لحم ساهرة وبجر، وما فاه به أبدا مقيم. إذن هو فعلا بيت ملفق من بيتين. المهم الشاهد فيه عندما يقول فلا
لغو ولا تأثيم فيها، هذا هو محل الشاهد. فلا لغو، لا لغو ولا تأثيم فيها. فقال رفع الشاعر الاسم بعد لا الأولى، ثم تنبه إلى أنه يريد أن ينفي الجنس، يريد أن ينفي جنس اللغو، فعطف عليه بالنصب بفتحة من غير تنوين، فقال ولا تأثيم فيها، أي أراد أن ينفي وجود جنس التأثيم وهو المنسوب إلى الإثم. التأثيم هو المنسوب إلى الإثم، كأنه أراد أن يقول ولا يوجد شخص ينسب شخصا آخر إلى الإثم فيقول له يا آثم، وهنا يصف الجنة. فلا لغو ولا تأثيم فيها. بعد أن عرفنا هذا ننتقل إلى مبحث آخر من مباحث أو من مباحث لا النافية للجنس، أو ننتقل إلى أسلوب آخر من أساليب لا النافية للجنس، وهو إذا أراد المتكلم أن يأتي بصفة بعد اسم لا النافية للجنس. فنضع هنا عنوانا، حكم الاسم الواقع أو حكم الاسم الواقع صفة لاسم لا النافية للجنس، حكم الاسم الواقع صفة لاسم لا النافية للجنس. لاسم لا النافية للجنس، لو أراد المتكلم أن يأتي بصفة، أي أن يأتي باسم صفة لاسم لا النافية للجنس، فكيف يضبطه؟ كيف يضبطه، أي كيف يستعمله مضبوطا بالحركات؟ يعني لو قال المتكلم هنا، لو قال المتكلم لا رجل، ثم قال أراد أن يكون فاسق، أراد أن يأتي بصفة لاسم لا النافية للجنس، لا رجل فاسق مثلا في محلتنا، لا رجل فاسق في محلتنا، كيف يضبط المتكلم الصفة بالحركات؟ أي كيف يستعمل الصفة مضبوطة بالحركات؟ لا رجل هذا معروف، لأن المتكلم أراد أن ينفي الجنس فجاء باسم لا منصوبا بفتحة من غير تنوين فقال لا رجل. طيب الصفة كيف يضبطها؟ المتكلم يجوز له عدة خيارات، يعني لا يتقيد بخيار واحد، وإنما يجوز له عدة خيارات، أي عدة أساليب. الأسلوب الأول هو أن يجعل الصفة أيضا منصوبة بفتحة من غير تنوين، والنحويون يقولون أن يجعل اسم لا النافية للجنس والصفة مبنيان على الفتح، لأنه عندهم
على أساس أن لام نافية للجنس إذا دخلت على الاسم بنته على الفتحة في محل نصب، فعندئذ يكون الصفة تكون أيضا مبنية على الفاعل. طيب، هم يقولون بأن سبب البناء، يعني وإن كان يعني هذا من قبيل الاعتراض على النحويين، يقولون سبب البناء في لا رجل أنهما تركبا مع بعض كتركيب 15، هذا هو سبب البناء، وإلا لا يوجد سبب آخر للبناء. يقولون لما تركبت لا النافية للجنس مع اسمها كتركيب 15 بني اسمها على الفتح. طيب، إذا كان هذا الأمر هو سبب، إذا كان هذا الأمر هو سبب البناء، فكيف يبنون الصفة أيضا على الفتح؟ فتكون عندئذ ثلاثة أو ثلاث كلمات، تكون ثلاثة أشياء: لا ورجل اثنان، وفاتر ثلاثة، وثلاثة أشياء لا تتركب كتركيب 15. فإذا كيف يوجهون البناء في فاتح ويقولون بأنه مبني على الفتح؟ إلا إذا كانوا يقولون بأن رجل وفاتح مبنيان على الفتح قبل دخول لا، وهذا أمر مرفوض. على كل حال، لا نريد أن أشغل أذهانكم بخلافات النحويين، ولكن هذا من قبيل الاعتراف. فإذا لا رجل، لا نافية للجنس، ورجل اسمها منصوب بفتحة من غير تنوين. ثم المتكلم أراد أن يجعل الصفة أيضا منصوبة بفتحة من غير تنوين، على أساس أنه أراد أن يجعل هذا تابعا لهذا من قبيل التابع، فقال لا رجل فاسق في محلتنا. الخيار الثاني أو الأسلوب الثاني، يجوز للمتكلم أن يجعل الصفة منصوبة بفتحة مع تنوين، فيقول لا رجل فاسقا في محلتنا، لا رجل فاسقا في محلتنا. وطبعا عندئذ الصفة تتبع الموصوف، فرجل منصوب بفتحة من غير تنوين لأن المتكلم أراد التنصيف على نفي الجنس، وأما الصفة فالصفة تتبع الموصوف، أيضا الصفة تكون منصوبة ولكن منصوبة بتنوين، على أساس أن التنصيف على الجنس قد حصل. فالمتكلم عندما قال لا رجل فقد حصل التنصيص على الجنس، أي حصل التنصيص على نفي الجنس. فإذا حصل التنصيص على نفي الجنس، إذن الصفة لا داعي لأن تكون أيضا منصوبة بفتحة من غير تنوين، فيجوز أن تكون منصوبة مع التنوين. وهذا في الحقيقة هذا مثل لو أردنا أن نرجع إلى جمع المؤنث السالم، لو أردنا أن نرجع إلى جمع المؤنث السالم، فجمع المؤنث السالم ينصب بكسرة نيابة عن الفتحة. فإذا نصب جمع المؤنث السالم بكسرة نيابة عن الفتحة، وأراد المتكلم أن يأتي بصفة لجمع المؤنث السالم، فمثلا عندما يقول مثلا رأيت طائرات، ويقول كثيرة، فكيف يضبط كثيرة التي هي صفة طائرات؟ رأيت طائرات كثيرة في مطار مثلا لندن، في مطار هيثرو،
يقول رأيت طائرات كثيرة، فينسب الصفة وتكون منصوبة بفتحة وليست منصوبة بكسرة. لماذا؟ لأن طائرات هذه منصوبة بكسرة نيابة عن الفتحة أو بدلا من الفتحة لاعتبار أنه جمع مؤنث ثالث. ثم لما وصفها بكلمة أخرى وهذه الكلمة ليست جمعا مؤنثا سالما، فإن الصفة تتبع الموصوف فتكون أيضا منصوبة، ولكنها هنا منصوبة بفتحة وليست منصوبة بكسرة نيابة عن الفتحة. كذلك نقول لا رجل فاسقا، لما بنى المتكلم رجل، عفوا، لما نصب المتكلم رجل بفتحة من غير تنوين لأنه أراد التنصيص على نفي الجنس فحصل التنصيص على نفي الجنس، ثم وصف رجل بكلمة أخرى، هذه الكلمة يجوز للمتكلم أن ينصبها مع التنوين على أساس أن الصفة تتبع الموصوف، فيقول لا رجل فاسقا في محلتنا. وله خيار ثالث، وهو أن يقول لا رجل فاسق في محلتنا. لا رجل فاسق في محلتنا، فيأتي بالصفة مرفوعة بالضمة. أما قوله لا رجل فقد أراد التنصيص على نفي الجنس، ولذلك جاء باسم لا منصوبا بفتحة من غير تنوين. وأما الصفة فإنه أراد أن يقول بأن هذه الصفة هي صفة لا رجل، هي صفة لا رجل، لأن لا رجل عند المتكلم، فيما لو اعتبر المتكلم أن لا رجل محل الابتداء فعندئذ يجوز له أن يقول لا رجل فاسق، فيرفع على أساس أن الصفة هنا صفة على محل لا مع اسمها، ومحل لا مع اسمها كما تقدم الابتداء. أو على التوجيه الآخر أن فاسق هي صفة لرجل قبل دخول لا، كأنه قبل دخول لا يقول يعني رجل فاسق في محلتنا، أو هي جواب على سؤال أراد السائل أن يسأل شخصا فيقول هل من رجل فاسق في محلتكم، فقال لا رجل فاسق في محلتنا، كأنما أراد أن يقول لا رجل فاسق في محلتنا. فإذا الأصل هو رجل فاسق في محلتنا، ثم نفى فقال لا رجل فاسق في محلتنا. فإذا فاسق صفة لرجل قبل دخول لا النافية للجنس، أيضا هذا توجيه آخر. وقد طبعا إذا وصف المتكلم اسم لا النافي للجنس بصفة، فالصفة يجوز له هذه الخيارات. الخيار الأول هو أن تكون الصفة منصوبة بفتحة من غير تنوين كاسم لا النافي للجنس، والخيار الثاني أن يجعل الصفة منصوبة بفتحة مع التنوين، والخيار الثالث أن يجعل الصفة مرفوعة بضمة مع التنوين. هذه الخيارات الثلاثة أشار إليها ابن مالك في قوله ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. أكتب البيت الذي أشار إليه ابن مالك، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا، فافتح أو انصبا أو
تعدمي. أراد ابن مالك في هذا البيت أن يقول ومفردا نعتا، يعني إذا نعت المتكلم اسم لام نافي للجنس بنعت مفرد، أي بصفة المفرد، والمفرد ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف إليه كما تقدم. ومفردا نعتا لمبني، لأن ابن مالك عنده أن اسم لام نافية مبني في محلنا، مبني في محلنا. فافتح، أي يجوز لك أن تفتح، لأن عنده أيضا البناء على الفتح. أو انثبت، تقول لا رجل فاسقا في محلتنا. أو ارفع، تقول لا رجل فاسق في محلتنا. تعدلي، أي تعدل بالرفع الناصب، لأنك عندما تنصب تعدله أيضا بالرفع. هذا مراد ابن مالك. ثم يقول ابن مالك بعد ذلك وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. وغير ما يلي وغير المفرد، ممكن أن أكتب البيت هنا، يقول وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. لا تبني، لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. يريد ابن مالك بأن المتكلم إذا أتى بالنعت غير مفرد بمعنى مضاف أو شبيه بالمضاف إليه، يعني أن يأتي بالنعت وغير مفرد، يعني مضاف أو شبيه بالمضاف إليه، كقولك مثلا لا رجل مثلا، لا رجل، ثم تقول رجل علم في منطقتنا، أو يقول يعني هنا قال ابن مالك لا رجل صاحب بر، ولعله لو مثلنا بهذا المثال يكون أوضح. فلو قال لا رجل صاحب بر، لا رجل صاحب بر في منطقتنا، أو تقول مثلا لا رجل صاحب بر في منطقتنا. يقول إذا جاء المتكلم بالنعت أو الصفة غير مفرد، يعني إما أن يكون مضافا كقولك لا رجل صاحب بر في منطقتنا، أو شبيها بالمضاف كقولك مثلا لا رجل طالعا جبلا موجود، لا رجل طالعا
جبلا موجود. إذا كان النعت ليس مفردا أي مضاف أو شبيه بالمضاف، فالمتكلم له خياران فقط، وهو إما أن ينصب وإما أن يرفع. لذلك يقول وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني، يعني لا تبني، نحن نقول لا تجعله منصوبا بفتحة من غير تنوين، أي لا تقول يعني لا رجل، وهو في الحقيقة لا هنا لا يجوز فيه إلا أن يكون منصوبا بفتحة. لماذا؟ لأنه مضاف، والمضاف يجب أن يكون منصوبا، هذا باتفاق. وكذلك لكن هنا عندنا في مسألة الرفع تقول لا رجل صاحب بر في منطقتنا، فإذا قلت لا رجل صاحب بر في منطقتنا فالرفع على أساس أن صاحب هنا صفة لمحل لا مع اسمها، أو صفة لمحل اسم لا قبل دخولها. على كل حال ثم يقول لا رجل طالعا جبلا، فطالعا جبلا هذا شبيه بالمضاف وحكمه النصب أيضا. ونكتفي الآن بهذا القدر، ونواصل حديثنا في المحاضرة القادمة عن لا النافية للجنس، والحمد لله رب العالمين.